مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في يوم الحقيقه من الايام الصعبه محنه بيحس بيها الوطن العربي كله، مش بس اشقائنا في فلسطين، وان كان طبعا الواقع اشد قسوه عليهم. بدايه طبعا خالص تعازينا للشعب الفلسطيني والشعوب العربيه في ضحايا العدوان الغاشم، نحتسبهم عند الله من الشهداء. ربنا يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان. أعتقد أنه المشاعر الغالبية، واحد طبعا الأمة العربية، اتنين كل من يتمتع بأقل قدر من الإنسانية بيحس بيها، هي مزيج من الألم والوجع والأسى والغضب. حقيقة المشاهد اللي احنا بنتابعها منذ بداية العدوان لغاية المشاهد اللي تابعناها حتى النهاردة الصبح، الحقيقة ما بتترجمش إلا في قلوبنا كلنا الحقيقة، إلا مشاعر من الكراهية والغضب والرغبة في الانتقام. أعتقد أنه كل اللي تابع المشاهد القاسية الحقيقة واللحظات الصعبة اللي بيعيشها أشقائنا في فلسطين على مدار الأيام اللي فاتت، مش قادر يترجم ده إلا أنه ألا إن نصر الله قريب حقيقة. يمكن يعني على الرغم من أنه جوه الواحد حالة غضب شديدة جدا، لكن في نفس الوقت بشوف انه في جزء ايجابي. نمره واحد، اللي قرا واللي سمع غير اللي شاف. ناس كتيره جدا قرت عن، او اجيال جديده قرت عن مذابح الكيان الصهيوني، سمعت ممكن عن بحر البار، سمعت ممكن عن مذابح قانا، سمعت ممكن عن صبره وشتيله، لكن ما شافتش. في الايام اللي فاتت دي شافت. في جيل جديد اتزرع جواه كم كبير من الكراهية والرغبة في الانتقام. والشيء الأكيد أنه في يوم من الأيام زي ما تاريخكم كان أسود، نهايتكم هتكون بنفس اللون ويمكن تكون أشد قتامة. وفي اللحظة اللي هنرجع فيها مش هيكون فيه رحمة بأي شكل من الأشكال. الحقيقة أنا يعني أنا ماليش في السوشيال ميديا، وزمايلي كلهم عارفين أنه أنا ما بتعاملش تقريبا مع السوشيال ميديا، ما بحبهاش، كميتي مش ماشية معاها. لكن الحقيقه في ناس كتيره جدا تجاوبت، وان كنت بشوف انه فكره التعاطف والتأييد على منصات التواصل الاجتماعي ممكن تكون موصله الصوت، ودي واحده من الحاجات الحقيقه اللي لفتت نظري، انه يعني انه ردود الافعال على مستوى الشعبي، على مستوى الجمهور في العالم كله شايف الوضع على حقيقته. سيبك من ردود افعال الحكومات، رغم ان الازمات بتكون كاشفه وبتوضح بشكل كبير جدا، لا يقبل الشك ولا يقبل التأويل مين معاك ومين ضدك، لكن انه يكون على مستوى الشعبي، على مستوى الجماهيري، وعلى مستوى بعض السياسيين، وعلى مستوى بعض رموز الدول ورؤسائها كمان، الوضع واضح بالشكل ده، مين الجاني ومين المجني عليه، بيتهيألي دي واحده من النقاط اللي لابد ان احنا ناخدها في الاعتبار ونبني عليها. النقطه الثانيه والاكيده، واحنا بنتكلم على ردود الافعال، صحيح بنستنى من دولنا ومن رؤسائنا ومن زعمائنا ومن حكوماتنا ردود أفعال، لكن أنا في ظني وفي تقديري المتواضع رد الفعل يبدأ من كل واحد فينا. الواقع اللي محتاجين كلنا نغيره، مش بس في السياسة لكن على كل المستويات. واقعنا اللي احنا بنعيشه يحتاج مراجعة حسابات، يحتاج تحديد أولويات، يحتاج تصحيح مسارات. وهنا بس ممكن نتكلم على رد الفعل اللي يليق بأمة عربية تاريخها ضارب في الجذور، أصل الحضارة، جزء من تكوين الحضارة والتقدم اللي وصلت ليه البشرية كلها النهاردة كان أصله في البداية عربي. لو قدرنا نستعيد جزء من ده ممكن جدا نكون نملك الفعل ورد الفعل. خليني الحقيقة أبدأ مع حضراتكم ببيان النادي الأهلي اللي أصدره النهاردة. يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخواتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للأمال تجاه ما يحدث للأشقاء. ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه. ويؤكد النادي الأهلي مجددا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة.
شركه استادات وشركه لايف بريزنتيشن ايضا اصدروا بيان. تعلن شركه استادات للاستثمار الرياضي وشركه بريزنتيشن لايف انضمامها للحداد العام المعلن في جمهوريه مصر العربيه، وتؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتأييدها لحقهم في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم، كما تدين قصف المستشفى الاهلي المعمداني بغزه اشد الادانه باعتباره تجاوز خطير في حق الانسانيه، وتعلن ايقاف جميع الفعاليات الترفيهيه المقامه او المنظمه عن طريق شركاتها التابعه لمده 3 ايام. ده كان بيان النادي الاهلي وده كان بيان السادات. والحقيقه يمكن على المستوى الرياضي كتير من نجوم الرياضه في مصر وبره مصر الحقيقه، وهنا مش الكلام او الموضوع مرتبط بانتماءات خالص، كل صوت بيحاول يوصل، كل صوت بيحاول يعبر واصل للناس كلها. واحنا يمكن هنستعرض مع حضراتكم جزء من تدوينات او تعليقات كتير من نجوم الرياضه اللي نشروا وعبروا عن رايهم وعن صوتهم. طبعا بيان عن محمد عبد المنعم، طبعا محمد انا يعني طبعا اختار اللغه الانجليزيه على وعسى انها توصل لكل حد في العالم يقدر يفهم ويتابع اللي بيحصل، لكن الحقيقه انا يمكن ترجمت لحضراتكم او زمايلي ترجموا لحضراتكم البوست او معنى البوست او ترجمه البوست باللغه العربيه. العالم يطالبنا بالتزام الصمت وغض البصر عما يحدث للاطفال والابرياء في غزه تحت انظار وانوف المجتمع الدولي برمته. مدينه باكملها محاصره منذ اكثر من 10 ايام، وتمارس كافه الانتهاكات بحق اهلها، ويتم قصفهم بالطائرات والمدفعيه والاسلحه والغازات المحرمه دوليا. اطفال يقتلون بدم بارد، ويقتل النساء والرجال امام اعين الاطفال، وتهدم المنازل والطرق، ويحرمون من الماء والكهرباء والوقود وادوات الاغاثه. يقتلون المسعفين ويطالبون المدنيون بالخروج بسلام فيتعرضون للقصف اثناء الخروج، كفى ظلما وقهرا. اكتظت المدينه بالموتى وكانت رائحه الدم تفوح في كل مكان، ووضعت الجثث في ثلاجات الطعام. اي ظلم بعد كل ما نراه، فهل يرى أصدقاؤنا عبر غير العرب ما يحدث لنا وما يحدث في بلادنا؟ هل يحكمون ضمائرهم ويتغلبون على إنسانيتهم كما يطالبون منا دائما؟ هل العادات والثقافات لا تدين أو ترفض إلا عندما تكون أنت المتضرر ولا تتكلم إذا كنت بعيدا عن الأحداث؟ نقول لكم أن فلسطين صاحبة الأرض وصاحبة الحقوق، قدم شعبها المستضعف آلاف الشهداء في سبيل الدفاع عن وطنه ودينه ومقدساته. إلى كل شعوب العالم، كفى صمتا وخوفا وتبريرا. لا يوجد شيء على وجه الأرض يدعوكم إلى دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. أوقفوا القتل وأعيدوا الحياة وافتحوا المعابر أمام المساعدات الإنسانية ومن أجل حق الأبرياء في الحياة. حسين الشحات كتب الحقيقة على أعتقد تويتر أو الفيسبوك: ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين، عليك فقط أن تكون إنسانا. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي بيحصل ده حرام، أقسم بالله الواحد حاسس أنه بيحلم، والله ما عارف أنام. حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد الشناوي في 3 تويتات أو 3 بوستات على حساباته على السوشيال ميديا: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لك الله يا غزة، اللهم بردا وسلاما على غزة وأهلها، اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابها وأطفالها، اللهم إنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر، إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله. أيمن أشرف كتب وقال: ورب الكعبة، سينصر الله أهل فلسطين، هذا وعد الله لنا، ولن يغدرنا الله، ولا ينتصر الباطل على الحق أبدا، بل على مر التاريخ الله ينصر الحق دائما، سينصرنا الله لو بعد حين، وسنصلي يوما ما في القدس، لكن الآن على حكام العرب جميعا أن يتحدوا ويتحركوا، على الشعوب العربية أيضا أن تتحد لكي ينصرنا الله، علينا أن نتحرك جميعا. عمرو السلية: الواحد مش عارف يكتب ايه يعبر عن اللي جواه، بننام وبنصحى على مجزرة جديدة في حق اخواتنا في غزة، ابادة جماعية لشعب بيدافع عن ارضه، عن حقه،
عن شرفه والعالم كله بيتفرج من بعيد ودول ودول مش شايفه اللي بيحصل وبييجوا يكلمونا عن حقوق الانسان وحريه الراي. انت اللي بتمنع حتى الناس تقول رايها. الحقيقه اللي دول كتير بتزيفها وبتحجبها ما بيعرفوش ان في ربنا شايف ومطلع على كل شيء. ما فيش حاجه اقدر اعملها غير ان انا ادعي ربنا وحده القادر على الصهاينه وعلى القتل. حازم امام: القضيه الفلسطينيه تعيش في وجدان كل مصري، ومن لا يدرك هذه الحقيقه عليه مراجعه التاريخ جيدا والغوص في تفاصيله المختلفه ومراجعه ما دار داخل الاسر المصريه الصغيره والكبيره بالامس عقب القصف الغاشم للمستشفى الاهلي المعمداني وسقوط الضحايا بالمئات. ما حدث وتناقلته شاشات امام اطفالنا ينذركم جميعا بجيل يكره العنف ويكره مصدره، ومن خطط له ينذركم بكراهيه لن تقوى قوتكم على الصمود امامه. فاصل ونبدا حلقه النهارده. هو الحقيقه يعني الموضوع صعب، صعب كتير قوي في الظروف دي نتكلم في اي حاجه، نتكلم في رياضه، نتكلم في سياسه، نتكلم في اقتصاد. لكن يمكن من فكره او من مبدا انه الحقيقه دي حاجه انا شخصيا بتضايقني، يعني فكره ان احنا نقعد نناشد العالم ونطالب العالم. الحقيقه يعني ما اخذ بالقوه لن يسترد الا بالقوه. اعرف تماما انك في اللحظه اللي مش هتحتاج تناشد فيها حد ولا تستعطف حد ولا تطلب من حد، لما تكون قادر على انك انت تغير الواقع بتاعك بايدك، اعرف في اللحظه دي ان احنا نقدر نحقق اي حاجه في الدنيا. الامه دي في يوم من الايام كانت امه عظيمه، والسؤال اللي ممكن يكون بيساله كل الناس: نحن نملك الحقيقه كل شيء، نملك الموقع، نملك التاريخ، نملك الادوات، نملك الامكانيات. الوطن العربي من المحيط للخليج قادر الحقيقه ان هو يكون قوه عظمى. السؤال هو ايه اللي يمنع ده؟ على كل الاحوال راجعين في يوم من الايام، على كل الاحوال خلينا نشوف قصتنا النهارده ايه. النهارده طبعا اليوم الاخير كان لفريق النادي الاهلي في القاهره، عندنا ماتش ان شاء الله يوم الجمعه امام سيمبا في تنزانيا، والاهتمامات في تنزانيا يوم بعد يوم بتتزايد جدا بالقصه. فاكرين لو تفتكروا يعني حاله مصر كلها حتى اللي ملوش في الكوره ايام، طبعا في ناس يعني صغيره ما عاشتش ده، لكن يوم ماتش الجزائر في تصفيات كاس العالم 89 عشان نروح كاس عالم ايطاليا 90، اللي هو العالم كلها البشر كلهم مش عايشين غير مباراه مصر والجزائر في اليوم ده، او نهائي امم افريقيا 2006 هنا في القاهره. هي الحاله دي بالظبط اللي في تنزانيا دلوقتي، يعني الناس دي بتستعد لمباراه الاهلي يوم الجمعه وكأنهم هيلعبوا نهائي كأس العالم، اهتمام على كل المستويات، حتى رئيسة تنزانيا نفسها زارت بعثة النادي الأهلي. النهارده الفريق كان عنده تمرين الصبح، وبعد كده بعثة النادي الأهلي برئاسة طبعا طارق قنديل يمكن اتجهت للمطار بعد التمرين، التمرين ده كان النهارده الصبح اللي حضراتكم شايفينه. كل لعيبة الأهلي موجودة وكلها الحمد لله جاهزة، باستثناء مودست. هقول لكم مودست ليه ما سافرش مع البعثه او مش هيشارك في المباراه، لكن طبعا البعثه اتحركت بعد كده للمطار واتجهت لتنزانيا في رحله يمكن تستغرق حوالي من 4 لـ5 ساعات، يعني يصل ان شاء الله بتوقيتنا هنا في القاهره في حدود الساعه 8:30 او 9 مساء. نتمنى لهم طبعا يوصلوا بالسلامه، ويمكن طبعا بكره هيكون المران الرئيسي والوحيد للاهلي في تنزانيا استعدادا لمواجهه الجمعه، اللي كمان الحقيقه مش بس المباراه، هم مش بس مهتمين بمباراه، هي مباراه افتتاحيه كمان للبطوله. انا مدرك طبعا الاتحاد الافريقي مهتم جدا بالقصه دي. خليني اقول لكم بس الاول انه فيما يتعلق باذاعه المباراه، المباراه هتذاع على قنوات ابو ظبي المفتوحه، وده اللي تم اعلانه ان مباريات البطوله كلها هتذاع بالمجان، مش هيكون في تشفير ليها، وبالتالي تقدروا تتابعوها ان شاء الله من خلال النايل سات. نمره واحد، الاهتمام الكبير جدا بالحدث ده على مستوى الاتحاد الافريقي طبعا والسوبر ليج، وعلى مستوى الفيفا كمان، فيفا مهتمه جدا بنجاح النسخه دي من السوبر ليج، املا في انه البطوله تبقى اكبر من كده، واملا في انه ينشر الفكره. اللي بيقال او بيتم الترويج ليه انه البطوله دي هتساعد الاتحاد الافريقي على
تطوير الكره في القاره الافريقيه كلها، دعم الانديه الصغيره، البنيه التحتيه، الانديه، قطاعات ناشئين والى اخره. لكن تنزانيا كمان مهتمه جدا بالماتش ده، واحد لانه الاهلي، وانتم عارفين ان الاهلي يعني متابعه جماهيريه على مستوى القاره كلها، ومش هبالغ لو قلت كمان على مستوى العالم. فالمباراه دي هم متاكدين ان في عشرات الملايين هيشوفوها، وبينظموا حفل افتتاح، بيقولوا يعني حفل افتتاح للبطوله قبل المباراه، بيقولوا يعني ان هو حاجه ما حصلتش، يعني اشبه بافتتاح كاس العالم. وده الحقيقه يمكن معلومه يمكن حضراتكم يعني من مصادر خاصه جدا، ومتاكدين طبعا انه زي ما بيقولوا في تنزانيا الكل على قلب رجل واحد. هنعرض لحضراتكم مشاهد اكرم توفيق مسافر، وان شاء الله باذن الله يكون واحد من الاضافات الكبيره جدا في السكواد السنه دي. خليني اقول لكم بس قائمه الفريق اللي سافرت النهارده. في حراسه المرمى الشناوي ومصطفى شوبير ومخلوف، الدفاع علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم واكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، الوسط امام عاشور، اليو ديانج، مروان عطيه، احمد عبد القادر، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد ضوي كريستو، احمد نبيل، كوكا بيرسي تاو، والهجوم كهربا وصلاح محسن، وباستثناء طبعا مودست السوليه ومتولي. مودست يمكن تعرض لنزله برد، فالجهاز الفني فضل اراحته هنا، وممكن يكون عنده فرصه في المشاركه، او يعني يبقى جاهز للمشاركه في مباراه العوده ان شاء الله اللي هتكون يوم الثلاث اللي جاي. حوافز جوائز يعني النهارده الدوله، الوزاره، النادي، بنتكلم على سيمبا، حاطين حوافز كبيره جدا بيحاولوا يحفزوا اللعيبه قبل المباراه. هنتكلم وهننقلكم للصوره في تنزانيا في كل التفاصيل معانا في السادسه النهارده، بس خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. طبعا احنا يعني فقرات يوم العالمي مش موجوده معانا النهارده عشان الاجنده الدوليه، واغلب لاعبتنا المحترفين موجودين اما مع منتخباتهم او حتى لو ما كانوش مع المنتخبات او لم يتم استدعائهم ف ما لعبوش مع انديتهم في فتره التوقف. لكن هنرجع طبعا بعد مباراتي منتخب مصر مع زامبيا والجزائر لمشوارنا الافريقي او بدايه مشوارنا الافريقي في الافريكا ليج ان شاء الله يوم الجمعه، الاهلي وسيمبا التنزاني. المباراه هتكون الساعه 6 مساء بتوقيتنا هنا في القاهره. بدايه ارحب بضيوفي في السادسه النهارده، احمد مصطفى وبلال محسن بيشرفوني. مساء الخير بلال، مساء الخير احمد. مساء الخير طبعا يا احمد، اهلا بك واهلا بكل الساده المشاهدين، و ان شاء الله نقدم حلقه يعني رغم الظروف ورغم اللي احنا بنمر بيه، ولكن يعني احنا في الاخر بنأدي عملنا، وان شاء الله طبعا الظروف تتحسن، وربنا يا رب ان شاء الله يخرجنا كلنا من المحنه دي يا رب على خير. طبعا وعندنا مباراه مهمه اكيد لازم نتكلم، حق الجمهور علينا ان احنا نتكلم معاهم فيها. يعني هو الحقيقه يمكن المحنه دي نمره واحد وحدتنا تاني، يعني دي حاجه يعني اتنين. وده انا لما لقيت ابني الصغير اللي يعني لو كان عرف طبعا عن القضيه او سمع عن القضيه او حكيت له او غيري حكى له او حتى درس في المدرسه عن الاحتلال الصهيوني او الاحتلال الاسرائيلي لارض فلسطين، ما كانش هيجيب نفس رد الفعل او الحاله اللي هو وصل لها وهو جاي يكلمني على اللي بيحصل النهارده. سمع وقرا ودرس، لكن لما يشوف بنفسه دي قصه ثانيه. هم الحقيقه بيجددوا زراعه الكراهيه وعايشين في وسط 350 او 400 مليون مواطن عربي بيكره هذا الكيان يوم بعد يوم، وبيزداد حجم الغضب يوم بعد يوم، وفي يوم من الايام هيكون الرد ان شاء الله مزلزل وعنيف. خليني اخدكم الاول، خليني الاول اسمع تعليقكم على ماتش الجزائر، لانه الحقيقه منتخب لعب مباراه كبيره قوي قدام الجزائر، فرحتنا وطمنتنا في نفس الوقت. كانت مباراة صعبة، احنا عارفين ده من الأول، الظروف اشتدت صعوبة مع طرد محمد هاني بدري، أنا توقعت شخصيًا إنه سيناريو المباراة مش هيكون يعني زي ما أنا بتمنى على الأقل تقدير يعني، لكن المنتخب قدم جيم كبير جدًا جدًا، وبشوف إنه تعادل بطعم الفوز، وبشوف إنه مكسب المباراة الودية دي يمكن أو مكاسب المباراة الودية دي كلها لصالح المنتخب المصري أكثر منه للمنتخب الجزائري. هبدأ مع أحمد يا بلال، اسمح لي، اتفضل. في البدايه احمد، طبعا منتخب مصر قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، وبشوف ان دايما شخصيه اللاعب المصري بتظهر في المواقف الصعبه، وانا شايف ان لحظه طرد محمد هاني كانت نقطه تحول كبيره جدا في المباراه. يعني بعد طرد محمد هاني شفنا ان المنتخب المصري لعب بشراسه كبيره جدا وباداء مميز جدا جدا جدا،
وعايزين برضو نشيد بفيتوريا ان هو فاجئ المنتخب الجزائري بطريقه لعب مختلف. اول مره تقريبا نشوف محمد صلاح بيلعب في قلب الملعب. محمد صلاح كان بادئ المباراه ما بيلعبش على الوينج خالص، بدا في قلب الملعب، وده كان باين جدا ان حتى المنتخب الجزائري ما كانش قادر يلعب من العمق، كان بيلعب على الاطراف، وده كان برضو ليه سبب في طرد محمد هاني. وزيزو قبل ما يخرج كان اعتقد مقدم مباراه كويسه جدا. بعد طرد محمد هاني شفنا المنتخب المصري بيتحول ويعني بيلعب وبيقدم اداء قوي جدا جدا جدا، وزي ما انت قلت كان يستحق طبعا المكسب الكبير اللي انا شايف ان هو المباراه تحولت من مباراه وديه، كلنا كنا بنتفرج حسينا ان هي مباراه رسميه كانه ما قبل نهائي او نهائي كاس امم. مباراه كانت ليها اجواء كبيره، وطبعا لازم بالنسبه لي نجم المباراه الاول محمد الشناوي اللي قدم مباراه كبيره جدا جدا كلهم جدا. كانوا نجوم بصراحه كلهم يعني مصطفى. طبعا يعني لازم اشيد طبعا يعني بكل اللعيبه انهم كلهم كانوا رجاله، وانا دايما بشوف ان ما بقلقش على اللاعب المصري او المنتخب المصري عامه في المباريات الكبيره. يعني دايما هنبص ان المنتخب المصري بالنسبه لي دي افضل مباراه لي من بعد مباراه المغرب في كاس الامم الافريقيه. انا شايف ان دي افضل مباراه لي من وقت المنتخب. افضل من ماتش بلجيكا بالنسبه لي انا شايف ان طبعا يعني مباراه بلجيكا كانت كويسه، لكن المنتخب في مباراه المغرب في تشابه كبير. منتخب المغرب احرز فيك هدف في بدايه المباراه خلى المنتخب المصري يعني برضه نفس نقطه التحول. هو اللي بيقوله مصطفى ده هياخدني لفكره الثقافه. احنا الحقيقه للاسف الشديد ما بنتحركش الا لما بنتزنق، ما بنتحركش او ما بنطلعش الامكانيات والقدرات الا لما نتحط في حاله تحدي او حاله استفزاز. ليه ده ما بيطلعش على طول؟ يعني ليه ما بنشوف يعني كان من الاولى وكان من الافضل انه نشوف شكل المنتخب ده مثلا في ماتش زامبيا، تلعب مع منافس اقل، بتلعب كامل العدد، ورغم كده العرض كان باهت جدا، متواضع جدا، مباراه ما كانش ما تحسش فيها انه هو ده منتخب مصر. ليه ما بنستنى ان احنا نقدم افضل ما عندنا لما نشوف او لما نتحط في ظروف ضغط علينا عشان نبين امكانياتنا؟ يعني يمكن احنا في البدايه احنا يعني خلينا كلنا متفقين على فكره ان اعاده اللعب المصري عامه لما بيتحط تحت ضغط ولما بيبقى حسابيا مثلا مهدد ان هو يخرج من المجموعه او يخرج من البطوله، او انت بتحط فكره البطوله المجمعه فبتضغطه في وقت معين بتطلع احسن ما عنده وبتاخد منه افضل حاجه. يمكن ده ما حصلش في مباراه زامبيا، وده في رايي ليها اسباب فنيه ملهاش علاقه بثقافه اللاعب او بتفكير اللاعب. انا شايف ان طول ما فيتوريا هيلعب بثلاث لعيبه في وسط الملعب نفس الادوار ونفس المهام، يعني لعب بالنني وطارق وحمدي فتحي، الثلاثه تقريبا الثلاثه رقم 6، يعني محمد النني اصلا تصنيفه واحد من اللاعبين اللي بيلعبوا رقم 6 مش رقم 8، حمدي رقم 6، طارق رقم 6، فالثلاثه ما بيدوكش افضليه في وسط الملعب، بتبقى الحلول الهجوميه ومعدلات الجري بالكره للاعبي خط الوسط تقريبا قليله جدا في عقم هجومي. بالظبط بيأثر على الشكل الهجومي. ولكن الراجل لما رجع للطريقه اللي بدأ بيها معانا فيتوريا، واحنا اتكلمنا عنها هنا في الحلقه اللي فاتت وقلنا ان زيزو هو اللي اخترع له المكان ده وفيتوريا ولعب بيه رقم 8، حتى بعد الطرد لما خرج زيزو ولعب 4-4-2 طبعا مع اختلاف الشكل لان مصطفى كان بيرجع شويه علشان يغطي حاله النقص العددي، لقينا منتخب مصر. انا يعني انا كنت بتابع المباراه في اول 15 دقيقه احنا عاملين 12 ميس باص يا احمد لكل اللعيبه، يعني من محمد الشناوي اللي بالمناسبه عمل له واحده من افضل مبارياته لحد محمد صلاح ومصطفى محمد كله كان بيعمل ميس باص. ولكن سبحان الله بعد حاله الطرد تحول الاداء تماما، وفوجئنا ان احنا حتى واحنا 10 لعيبه لحد قبل ما الجزائر تتعادل انفراد عمر مرموش وكره محمد صلاح في العرض، لا منتخب مصر عمل كره مرموش اتردت عليها بجول بالظبط. يعني كان العقاب على طول اللي يضيع، حتى معلق اللقاء قالها ما كانش كمان يعني كان معلق مش مصري وقال اللي بيضيع يقبل، ففعلا على طول بعدها كان العقاب بهدف التعادل. ولكن يعني ده ما يقول يعني ما يمنعناش ان احنا نقول منتخب مصر عمل عرض يطمن الجمهور متابعين قبل انطلاق طبعا تصفيات كاس العالم اللي بالمناسبه هتبدا عندنا مباراتين مهمين جدا فيها قبل انطلاق الكان وامم افريقيا. الشكل مطمئن بنسبه كبيره جدا، وان شاء الله نعمل حاجه هنا وهنا باذن الله. طيب خليني اخدكم قبل ما اخش بقى الحلقه النهارده كلها خليها اهلي وسيمبا، يعني مش هنركز على الكره العالميه قوي، بس خليني اخدكم لخبر مهم شويه. خبر ليه اكثر من بعد، صحيح هو مرتبط بشكل كبير بواحد من نجوم الكره في ايطاليا وفي انجلترا، كلام على تونالي طبعا لاعب منتخب ايطاليا. صحيفه ذا سان اتكلمت على تصريحات وكيل اعمال تونالي، طبعا تونالي كان متهم في قصه مراهنات وحاجات كده، والحقيقه يمكن تصريحات مدير اعماله اكد فيها انه تونالي مدمن مراهنات، يعني هي قصه مش قصه، هو عنده ادمان حقيقي للمراهنات.
ويمكن في اكتر من حوالي 40 لاعب على حد تصريحاته يعني متهمين او متورطين يعني في قضايا خاصه بالمراهنات وبخطر الايقاف لمده تصل لثلاث سنوات. تم تغريم اللاعب 11000 استرليني في انجلترا بالاضافه لفرض يعني نوع من انواع العقوبه انه يحضر او يعني يبقى في ليه خطه علاجيه تستمر لمده 6 شهور ويكون في هم عندهم طبعا بيعملوا اي نوع من انواع الادمان يعني مش بس ادمان المخدرات اي نوع من انواع في ادمان الكحوليات في ادمان المراهنات ايا كان نوع الادمان بيبقى في زي جلسات كده زي اللي بنشوفها في الميديا يعني جلسات بالظبط كده فطلبوا منه انه يفضل او انه يحضر 10 اجتماعات. كارياري ديل سبورت قالت انه اللاعب يمكن يعني تعامل او تعاقد مع حد مستشار لمحاربه او مكافحه الادمان ادمان القمار ووكيله اكد انه اللاعب عنده رغبه حقيقيه في انه يعني يخرج من دائره الادمان دي. كمان يمكن في الحقيقه فايجولي يمكن برضو واحد من اللاعبين دي لقطه مهمه جدا كان برضو متهم في قضايا مراهنات وكان في تصريحات لي يمكن في واحد من الماتشات اللي كانوا بيلعبوها قدام ساسولو المدرب قرر ان هو يغيره فخرج من الملعب وهو بيبكي مسالوه بعد كده الناس طبعا افتكرت او شافت على الشاشه انه يعني بيعيط زعلان انه بيتبدل في الملعب لكن هو كان زعلان لانه مافيا المراهنات هو كان مديون ب 2.5 مليون يورو نتيجه موضوع المراهنات دي ومافيا المراهنات كانت بتهدده انها هتكسر له رجله فخروجه من الملعب كان معناه انه مصيره اساسا في الملعب ممكن يكون مهدد. القصه بدات تدخل عندنا هنا في افريقيا قصه المراهنات بشكل رسمي بتكلم على بعض الدول حتى دول في دول في شمال افريقيا بنشوف حتى اعلانات في بطولات الافريقيه تاثير ده علينا ايه وهل من الممكن ان احنا نتفادى مطب من النوع ده؟ انا عايز بس اخد من كلامك يا احمد انت عجبتني جدا لما قلت القمار لان في ناس كتير جدا من الشباب والصغير اللي طالع واللي بيمارس للاسف لعبه المراهنات ما يعرفش ان ده قمار وان حتى الازهر كان طلع اكتر من بيان وادان فيه وقال ان بحرمانيه المراهنات طبعا لان في الاول في الاخر زي ما انت قلت دي مراهنات انت بتراهن على حاجه ما تعرفش نتيجتها بالظبط انا عشان كده انا بقول لك انا اخدت من كلامك في كلمه القمار دي كلمه قاطعه وفاصله اللي بعد كده فبالنسبه لاوروبا لا انا بستغربهم من ازدواجيه المعايير اللي دي بقت واحده من اهم سمات المجتمع الاوروبي حاليا سواء في القضايا الانسانيه او حتى في قضايا تنظيم موضوع المراهنات ازاي انت بتسمح للجمهور العادي انه يشارك في المراهنات وازاي بتسمح ان اعلانات شركات المراهنات تبقى موجوده طول المباريات موجوده على اعلانات الملعب وازاي هتقدر تمنع لاعب في الاول في الاخر هو كان ممكن في وقت من الاوقات يكون كان مشجع او هو حابب ان هو يدخل في حاجه زي كده ازاي بتعمل ازاي قادر تبقى عندك ازدواجيه معايير في الطريقه دي احنا شفنا توني مثلا مهاجم بنفورد الانجليزي موقوف موسمين بسبب ضلوعه في عمليات القمار وفي لعيبه خلاص ما انت هتعمل كنترول ازاي مديرين فنيين وفي باكيتا تعطلت الصفقه بتاعته بتاعت سيتي سبب الانذار اللي اخده اللي هو كان يعني انذار ما كانش طبعا ليه اي داعي خالص وهو عمله عشان كان يعني خلاص لما فتحوا الموضوع وبداوا تحقيق فيه اكتشفوا ان باكيتا كان مراهن على ان ما هو في من ضمن المراهنات ان انت سواء زي ما انت قلت انذار او من ضمن المراهنات وزي ما بلال قال لك يعني انت ازاي عايز تمنع المراهنات وهي موجوده حواليك في الملعب وفي كل حته فهي موجوده في كل مكان يعني هو طبعا احنا ما لناش علاقه بده هنا في مصر بشكل رسمي طبعا موجوده في مصر انا عارف انها موجوده بس اقول ما توسعتش يعني مفيش تقنين ليها لكن في النهايه انت قدام ملمح صغير عشان نبص للصوره بشكل بالزبط. انت ملمح صغير من واحده من وسائل استهدافك انت السوشيال ميديا بتستهدفك حالات تغييب الوعي بتستهدفك حالات تزييف التاريخ بتستهدفك القمار والمهرجان كسر تابو القيم والاخلاقيات والعادات والتقاليد واحده من الحاجات اللي يعني بيتم استهدافها بكافه الوسائل والطرق بالمناسبه هو قال كمان في تصريحاته انه ديونه كانت 250 الف يورو تضاعفت بسبب المراهنات واحنا بنتكلم طبعا عن مافيا كمان مافيا يعني عصابات اليوفنتوس نزل درجه ثالثه بسبب المراهنات نزل درجه ثالثه وصلت القصه لانه الديون دي حاول يفكها او يحلها بالمراهنات تضاعفت 10 مرات من 250 الف يورو ل 2.5 مليون يورو. طيب هاخدكم لخبر تاني عن تنزانيا عن سيمبا بما ان احنا نفتح ملف سيمبا اعلنوا عن
جايزه في ماتش الاهلي، الاهلي وسيمبا، اللاعب اللي هيحرز هدف في مرمى النادي الاهلي هياخد 10 مليون شيلين تنزاني، يعني اي ما يوازي تقريبا 4000 تقريبا، حسبناها كده تقريبا حوالي 4000 دولار. طبعا هو الرقم طبعا دي ساميه حسن رئيسه النادي كانت في زياره للعيبه اثناء التمرين، رئيس تنزانيا انا اسف، رئيس تنزانيا كان في زياره للفريق اثناء التمرين بتاعه كنوع من انواع التحفيز. هو الحاله في تنزانيا زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه مفيش حاجه لا حديث الا عن مباراه الاهلي وسيمبا، والشعب التنزاني كله او الشعب السيمباوي بقى كله عايش حاله المباراه من النهارده، وفي وهنعرض لكم حتى صور ولقطات ومشاهد فيما يتعلق بده. تعتقد طبعا هو يعني في النهايه هي مباراه في كره القدم، لكن تاثير الحاله العامه اللي موجوده في اهتمام بالمباراه كانها نهائي كاس عالم. أكيد لما رئيسة يعني لما رئيسة البلاد تروح تزور تمرين الفريق فده بيدي انعكاس أو انطباع إن القيادة الأولى في البلاد عندها اهتمام باللقاء، عندها إن هي تدي الحافز والدوافع للفريق في أرض الملعب زي ما احنا شايفين في الصور. فلا وحتى سيمبا عامله حاجه اسمها اليوم الترويجي، بداوا يروجوا له من امبارح تقريبا في كل العواصم وفي كل المدن في تنزانيا، بيدعوا الناس ان هم تحضر لملعب اللقاء مبكرا، وفي جوائز وفي هدايا. انا هقول لك لغايه اللحظه اللي احنا هنتكلم فيها تقريبا تذاكر المباراه بنسبه يعني 95% في بعض الدرجات في الاستاد نفذت بالكامل، وفي بعض الدرجات الثانيه الادنى يمكن فاضل فيها. طب خلينا نشوف كده، يعني البلاتينم اتباعت بالكامل، الفي اي بي بي 80%، الفي اي بي سي 71%، ودول طبعا عددهم قليل جدا مقارنه ببقيه الدرجات. اعتقد يعني لما المباراه تبدا هيبقى خلاص يعني هيوصلوا 100%. بالظبط كده 70% 82%، بتتكلم على 48 ساعه، فطبعا من المتوقع انه الملعب هيبقى كامل العدد. اكيد بالظبط. فاقول لك يا احمد هم حتى بداوا حاجه اسمها حمله ترويجيه للقاء الاهلي وسيمبا، استعدادات مكثفه من على كل المستويات، المستوى القيادات السياسيه زي ما احنا شفنا صور رئيسه البلاد، على مستوى الاهتمام الكروي رئيس الاتحاد التنزاني ايضا كان قال تصريحات ليه ان هو ان كل المنظومه الرياضيه خلف سيمبا. مش عارف ليه تحديدا اللقاء ده بالذات يعني عليه اهميه كبيره. هم مهتمين لسببين، واحد انه افتتاحيه البطوله، وكمان عاملين حفل افتتاح، يعني المعلومات اللي عندنا واللقطات اللي اتسربت وجت لنا بتقول انه حفل افتتاح كبير جدا. ونمره اثنين انه الاهلي مش بس افتتاح بطوله، هم عارفين انه الاهلي نسبه متابعته ومشاهدته على مستوى القاره وعلى مستوى الوطن العربي كبيره جدا، فبالتالي المباراه دي هيتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير فيهمهم. والحضور كمان انت كنت اتكلمت في حلقه من الحلقات انا تابعتك لما قلت ان الحضور اللي هيبقى موجود في اللقاء يعني سواء انفانتينو رئيس الفيفا وموتسيبي، يعني لا على مستوى الحضور كمان والقيادات اللي هتبقى مباراه طبعا كبيره، وان شاء الله على ارض الملعب. انت عارف ان كل الاجواء او اللي بتصاحب اللقاء بتنتهي تماما مع اطلاق الحكم لصافره بدايه اللقاء، بتبدا بقى المبارزه الفنيه على ارض الملعب والفريق اللي حاله الفريق تسمح له بالفوز. وان شاء الله انا اعتقد ان كولر محضر كويس جدا للمباراه اللي احنا هندخل بقى في تفاصيلها كمان شويه ان شاء الله. دي حاله الشارع في تنزانيا يعني مع مشجعي سيمبا قبل 48 ساعه من اللقاء. من الاربع سيناريوهات او الاربع مواجهات اللي شهدت ماتشات للاهلي وسيمبا، شايف سيناريو المباراه الخامسه او المواجهه الخامسه اقرب لاي واحده فيهم يا احمد، ولا سيناريو جديد سيناريو مختلف؟ هو السيناريو ماتشين لغايه دلوقتي. انا عايز اقول حاجه، طبعا ان فريق سيمبا الفريق الوحيد اللي في افريقيا اللي هو 50-50 في المعنى الاهلي الوحيد، الفريق الوحيد الافريقي عشان عدد الماتشات قليل بس يعني نشد حيلنا شويه نلعب لنا 10 12 ماتش مع بعض، هتلاقي يعني الاهلي فرق ان شاء الله. طبعا سيناريو المباراه اعتقد هيبقى يعني مختلف، اجواء مختلفه. النسخه الاولى طبعا من السوبر ليج ليها طبعا طابع مختلف وهيبقى في اجواء، وشايفين ان سيمبا مدي اهتمام كبير جدا للمباراه، ولان طبعا بيلعب النادي الاهلي زي ما انت قلت يا احمد، اعتقد النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره وطبعا وفريق قوي. فهو كمان حتى باين في ان انا بشوف ان سيمبا في كل موسم بيجيب صفقات مختلفه والطموح بتاعه بيزيد، فده باين جدا في ان هو جاب حتى 13 صفقه تقريبا الموسم ده، واهتمام كبير جدا بفريق سيمبا التنزاني. حتى زي ما انت قلت رئيس التنزانيا مديه للمباراه اهتمام كبير جدا. فسيناريو المباراه بالنسبه لي يعني انا بشوف ان سيناريو المباراه هيبقى صعب جدا، خاصه ان انا جبت مباريات سيمبا التنزاني كلها، كل المباريات اغلبها بتبقى الاستاد مليان، يعني الموضوع بالنسبه لهم ان المباراه صعبه بس هو الحقيقه الجمهور ما يتخافش منه،
لا لا يعني يعني تجربتنا معاهم الحقيقه نفس جمهور سان داونز. يعني جمهور بيشجع فرقته حماسي كل قول زي ما انت عايز تقول، جمهور كوره كويس بس في نفس الوقت ما يضايقكش او ما لا طبعا ما يضايقش. في ملاعب او في جمهور تقلق منه، شمال افريقيا شمال افريقيا طبعا يعني ففريق سيمبا بالنسبه لي انا قلت قبل كده وقلت لك ان هو النسخه المصغره من سان داونز، يعني لعبتهم بيهتموا بالكره الجماليه، بيلعبوا كوره، حتى جمهورهم زي ما انت قلت احمد بيروح عشان يستمتع. فالمباراه يعني صعوبتها ان هي هتتلعب على ملعب سيمبا اللي هو دار السلام وفي وسط حضور جماهيري كبير، ده بالنسبه لي من اصعب حاجه او اصعب سيناريو المباراه. طبعا يعني عوده لعيبه الاهلي الدوليين فده برضو مدي المباراه صعوبه اكتر، لكن في الطبيعي النادي الاهلي مع مستر كولر انا يعني ده اللي مطمني بجاهزيه اللعيبه. طبعا هو هي دي فيها اشكاليه شويه، وانا قبل ما احنا طبعا انا عايز النهارده اكتر اتكلم على سيمبا، يعني احنا نحاول نقرب، احنا يمكن الحلقات اللي فاتت واخر حلقه كان مع بلال ومع احمد اتكلمنا على سكواد سيمبا، على الصفقات ال 12 او 12 صح؟ 13 صفقه الجداد، اتكلمنا على اللعيبه الدوليه اللي بتشارك مع منتخب تنزانيا، قدمنا شكل الفريق، لكن ملعب 90 دقيقه، نقاط القوه ونقاط الضعف في الفريق هنحاول نقراها مع بلال واحمد النهارده، ونحاول نشوف السيناريو الامثل بالنسبه لنا عشان نطلع بنتيجه ايجابيه، اتمنى انها تكون فوز. لكن قبل ما اسال ده الايجابي انه الفريق تقريبا رايح بسكواد كامل، يعني حتى اكرم موجود، كريم ندفد، رامي ربيعه، صلاح محسن داخلين في الحسابات، معرفش طبعا هيشاركوا ولا مش هيشاركوا، ده قرار مستر كولر، لكن اقصد اقول الاوراق تقريبا جاهزه، ولكن دي الوقت النهارده الفرقه مسافره، اتكلم على فرقه تلعب ماتش كمان 48 ساعه لسه ما وصلتش تنزانيا، هتتمرن تمرينه وحيده بكره ان شاء الله، تمرينه رئيسيه للفريق وتمرينة وحيدة وتلعب الماتش يوم الجمعة، هل ده ممكن يجبر مارسيل كولر انه يستغنى شوية عن اسلوبه او طريقته ويفكر انه يطلع بأقل الخسائر، ولا مطلوب من كولر او كولر هيفكر في انه يلعب بطريقة او بالاسلوب بصرف النظر عن العناصر او السكواد اللي هيحتاج ليه؟ يعني بص خلينا احمد نقول ان احنا دايما مع عوده اللاعبين من التوقفات الدوليه بتبقى عندك مشكله شويه في اول مباراه تحديدا، وده واجهناه مع في مباراه اتحاد العاصمه، وشفنا ان بيرسي تاو لما انضم للفريق وشارك في تمرينه واحده قرر بعد وقتها مارسيل كولر ان هو يبقيه على دكه البدلاء ودفع بيه في الشوط الثاني، لان نظرا لان حاله اللاعب بدنيا ما كانتش تسمح ان هو يبتدي اللقاء من البدايه. انت عندك لاعبين سافروا مسافات طويله زي علي معلول، عندك لعيبه منتخب مصر امبارح وصلت مطار، مش عارف بصراحه يعني مش قادر افهم علي ما شاركش في المباراه، يعني كان ايه فكره ارهاق السفر بقى، يعني رحله من تونس لليابان ومن اليابان للقاهره، يعني كان مش فاهم الموضوع، ما قدرتش افهمها بصراحه، كانت علامه استفهام بالنسبه لي من الاشقاء التوانسه يعني بالظبط. فزي ما بقول لك، وعلى الرغم ان هم اشركوه في المباراه اللي سبقت مباراه اتحاد العاصمه لو تفتكر، اللي هي كانت مباراه منتخب مصر، رغم ان كان برضو وقتها في ضيق وقت، ولكن علي معلول طبعا قيمه كبيره اكيد مدرب منتخب تونس ما يقدرش يستغنى عنه. فدايما انت عندك مشاكل مع التوقفات الدوليه، يعني لعيبه منتخب مصر امبارح عادت لمطار القاهره في الساعه الرابعه تقريبا او 4:30، وكل واحد راح على منزله يا دوب خد شنطته وريح ورجع على التمرين. ده بيوريك قد ايه ان كولر مهتم جدا ومركز، كان يقدر امبارح يديهم راحه، لعيبه راجعه من سفريه طبعا ومن معسكر منتخب، ولكن اصر على تواجد اللاعبين الدوليين في مران الامس. النهارده عمل تمرين قبل السفر، رحله السفر هتستغرق تقريبا 6 ساعات لتنزانيا، هيوصل الفريق طبعا متاخر جدا الساعه 10 او 11، مفيش وقت غير انك تعمل تمرين واحده من بالظبط، انت يعني يوم فيه تمرينه وفي رحله سفر طويله جدا شاقه طبعا، لازم تريح اللعيبه عشان يقدروا بالظبط يعني. فلا هي رحله سفر متعبه، وبس المؤشرات الايجابيه ان انت عندك استعادة المصابين، يعني احنا عندنا امام عاشور شارك في تمرينه الامس وتمرينه اليوم بنسبه 100% الحمد لله، اطمن الجهاز الفني على مشاركه امام لعيب مؤثر جدا في طريقه وتشكيله النادي الاهلي الفتره الاخيره، كمان استعاده صلاح محسن و لتدريب النهارده الصبح للفريق خاصه مع وبرده من الحاجات المطمئنه انه تاو وديانج دخلوا مع الفريق بدري، يعني مع عوده الفريق للتدريبات تقريبا كانوا موجودين بالظبط، كانوا موجودين مع الفريق بالبدايات، ودورتين مهمين جدا. هو دخول تاو وديانج بدري وعدم مشاركه علي معلول
مع استعاده امام عاشور، اعتقد ان يعني دي كلها عوامل ايجابيه تطمنك على يعني شكل الاهلي ان شاء الله في المباراه. طيب تعالوا نروح للحالات بتاعه سيمبا ونحاول نقرا كوره سيمبا السنه دي. هل سيمبا هو سيمبا اللي احنا شفناه في مواجهه الاهلي في دوري الابطال ولا اختلف؟ ما عنديش شك انه شخصيه، وان اختلفت الاسماء، شخصيه او اسلوب لعب سيمبا مش هيختلف كتير، لكن تعالوا نقرا اهم نقاط القوه واهم نقاط الضعف من خلال الحالات اللي مجهزها لنا احمد وبلال. ولو الحالات جاهزه معانا نبتدي باولى الحالات. يلا بينا احمد. ماشي، هي الحالات ده تشكيل سيمبا، ما بيلعبوا ب 4-2-3-1. طبعا يعني الخطوره كلها عند سعيدي رقم 10، لعيب مهم مميز جدا، واحيانا بيتحول للاعب مهاجم تاني. وطبعا بشوف ان كيبو الجناح اللي هو رقم 38 ده افضل لاعب موجود في سيمبا التنزاني، لعيب مراوغ ومهاري كتير جدا. احيانا بيبقى بيعمل روتيشن هو وسعيدي، بيبقى من الشمال لليمين، تلاقيه مره ناحيه اليمين، وفي بعض الحالات هنشوف ان يعني هنا بنتكلم على اهميه دور او الادوار الدفاعيه لهاني وعلي معلول. جدا جدا جدا، لان كيبو ده لعيب مهاري ومزعج، وانا جايب بعض الحالات في نقط القوه في فريق سيمبا هنشوف ان كيبو ده احيانا بيعمل روتيشن مع سعيدي وبيبقى فيه لا مركزيه. هما بنفس فكره سان داونز، فكره ان هما المثلث او الرباعي اللي بيلعب في خط الهجوم مفيش تقايد بمركز واحد. فتلاقي احيانا سعيدي بيروح شمال، و في كلاتس 17 ده شادو سترايك. وكيبو جناح شمال، وبوكو ده المهاجم، مهاجم خطير جدا جدا، ويعني بيجيب من انصاف الفرص، مهاجم مميز وبيجيب من انصاف الفرص، ويعني بعض الحالات هنجيبها. حط عين عليه يعني. طبعا نبص عليه، بس احنا عندنا عبد المنعم يعني. لا طبعا. انا حقيقة كمان لعيبه الاهلي اللي شاركت مع منتخب مصر اعتقد ان هم استفادوا بشكل كبير جدا من الماتش بتاع الجزائر بالذات جدا. يعني الشناوي الحقيقه طمنا جدا، هو الشناوي السنه دي ما شاء الله مركز جدا جدا وفي فورمه عاليه. منعم نفس الحكايه، فاعتقد انه يعني لعيبه الاهلي استفادت من تجربه الملفت. طبعا ان مكسوني مش بيبدا اساسي، ده برضو انا بعض الحالات هنجيبها، حتى انا النهارده مع بلال هتشوف ان مكسوني اصلا بيبقى بديل، يعني ده يعني هنشوف بقى اذا كان عدم الجاهزيه او اللي هو لسه فيه افضل منه. لكن انت لو بصيت للجزء الهجومي او الخط الهجومي في فريق سيمبا مخيف، يعني هو عندهم حلول، وكمان اللامركزيه بتاعتهم مهمه جدا. فممكن نكمل الحلقه اللي بعدها بقى نشوف بقى نقط الضعف بتاع فريق سيمبا. طبعا الفرق اللي هي زي سيمبا وزي سان داونز دايما بيخترقوا من العمق، ودايما بيعتمدوا على طريقه جوارديولا اللي هم بيخلوا دايما الاطراف بيدخلوا قلب الملعب، فبيبقى في مساحات دايما خلف الاظهره. فده ده الظهير الايمن، بص المساحه اللي معموله هيتعمل الباص. سيمبا لابس اللي هو اللابس احمر ده في حاله سيمبا في حاله دفاع هنا، حاله في حاله دفاع. الباص هيتعمل هنا ما بين البص ثرو باس بين قلب الدفاع، ثرو باس بين قلب الدفاع، وده هيتكرر كتير جدا. فده نقطه ضعف واضحه جدا ان هم ما بيهتموش في الجانب الدفاعي. تمام، هنكمل الحلقه بعدها. بص وصل لفين يعني اللاعب هنا او المهاجم بتاع فريق المنافس قدام سيمبا التنزاني كان قدامه كذا حل، ممكن يشوط في الجول، هو هيعدي، وهنكمل الحلقه بعدها. يعني الباص ده هيفكرنا بهدف بيرستاو لسه جايبه. لا والله انا يعني الكره دي او اللوكيشن ده جوه الملعب فكرني بكره مرموش بتاعت ماتش الجزائر. برضه فعلا حطها الكره دي صعبة. يعني بنسبه كبيره برضه بتبقى لو انت لاعب بتلعب برجليك اليمين صعب تحطها بالشمال، يعني فيها نسبه صعوبة. يعني ممكن استلم وقته بالظبط، يعني الباك اللي بيجري ورايا ده اكيد واخد سبرنت بالزبط عالمي عشان يلحقني، فيتوقع ان الدفاع وده ممكن سهل جدا بالتليفون كده اطلعه بره الملعب جدا واخلص. وعشان كده مرموش ما كانش ما فيش حاله تحطها مره واحده، كان ممكن لازم كان يعدل الكره على يمينه ويحطها ببطن رجله في البعيد. هو بص هي كان فيها ليها حلول كتير جدا ما عدا الحل اللي لجأ ليه مرموش، كان فيها استعجال يعني، كان ممكن تتحط تشيب حتى برجله الشمال جدا يقطم لجوه ويحطها باليمين، يعني كان ليها يزقها سنه صغيره ويخلص بالشمال، يعني كان ليها حلول كتير قوي. بس كانت عايزه حسين الشحات، كانت عايزه حسين الشحات حقيقي والله، مش عشان حاجه، حسين الشحات في الحته دي مميز جدا وعبد القادر صح. الباص اتعمل طبعا بيفكرك بقى ببيرستاو لما يعني جه في ماتش الاسماعيلي الكره اتعرضت من كل، بص المساحات ده، بص هنا كام لاعب في سيمبا التنزاني التمركز بتاعهم غلط جدا، كام لاعب في زياده في فريق سيمبا، لكن اعتقد ما فيش حد ماسك حد في من الفريق المنافس خالص. فبص الباص هيتعمل هنا طبعا، اللاعب هيحطها يعني طبعا هي هتيجي جنب العارضه مش تدخل جول. نفس الموضوع برده، بص المساحات يا احمد، انا جبت لك بص في الاسهم المساحات اللي ورا الباكات باك الشمال. الباص هيتعمل، احنا برضو هنا نص ملعب سيمبا هو اللي على الشمال، هو اللي يعني على الشمال. جول 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 سيمبا ناحيه السهم بالظبط. فبص الباص طبعا اتلعب للفيرود،
بص هنا كمان ان يبين ان الخط الظهر بتاع فريق سيمبا ضعيف جدا 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 جدا، بغض النظر طبعا عن المساحات الكبيره اللي ورا الاظهره، خط الظهر ضعيف قوي. ده هيبان هيبين. بص هو خد بالك، هو اي فريق بيلعب كره هجوميه، مش عارف برضو اسمع راي بلال، اي فريق شخصيته انه يهاجم طبيعي جدا يبقى عنده ثغرات دفاعيه كتير جدا. وانا بيتهيألي دي حاجه من الحاجات اللي هيشتغل عليها مستر كولر، الفرقه دي في ملعبها وسط جمهورها حتى وهي بتقابل النادي الاهلي هتبقى عندها رغبه في تحقيق ماكس. وواضح كده ان في حاله شحن كبيره جدا، لعيبه بتتشحن بقى لها اسبوع 10 ايام في المباراه دي، انه احنا عايزينكم تكسروا الدنيا. فانا متوقع ان اللعيبه دي من اول ما الحكم يصفر هتندفع للهجوم. ازاي مستر كولر يمتص ده ويستغل الاندفاع ده؟ بتهيألي دي نقطه في منتهى الاهميه. يعني يمكن دي مرتبطه برضو اعتقد بالتشكيل وعناصر السرعه ونقل الهجمه طبعا اللي ممكن تعمل الفرق مع النادي الاهلي. يعني يمكن يا احمد ابرز الفرق اللي بتقدم كره هجوميه بحته زي ما بنقول يعني سان داونز، ومع ذلك بتجد ان حتى لما جينا استعرضنا مسيره سان داونز الموسم الماضي وجدنا ان الهلال السوداني عمل مباراه كبيره جدا على سان داونز في جنوب افريقيا. النادي الاهلي رغم الخساره بالمناسبه النادي الاهلي كان ليه عرضتين وكان ليه اكتر من 3 أو 4 فرص محققه في جنوب افريقيا. فالفرق اللي بتلعب كره هجوميه وحتى هنا الماتش اللي اتعادلنا معاه احنا قطعنا ركله جزاء وضيعنا اكتر من فرصه، كان ممكن جدا تكسب بمنتهى السهوله بالظبط. ودي بقى دي حاله التوازن، ده بقى الفرق الكبيره اللي ازاي تقدر زي ريال مدريد في اوروبا، زي النادي الاهلي في افريقيا. الفرقتين دول لما تبص عليهم يا احمد وتبص على تبص عليهم تاريخيا بيبقوا عارفين في اللقاءات الكبيره واللقاءات الحاسمه ازاي يقدر ياخد من المباراه اللي هو عايزه. يعني مانشستر سيتي جه في وقت من الاوقات جوارديولا قعد استمر 3 سنين تقريبا بيلعب كره هجوميه فقط بدون حسابات تحمي نتيجة الأداء. يعني أنا ممكن أعمل أداء كبير بس ما أقدرش أحمي الأداء أو ما أقدرش أحمي النتيجة بالأداء بتاعي. فسيم بقى أحد الفرق اللي بتقدم كرة هجومية زي ما أنت قلت، ولكن الحفاظ بقى على النتيجة أو أن أنت تحقق نتيجة مع فريق زي النادي الأهلي ومع مدرب زي كولر، أنا أعتقد الموضوع هيبقى فيه صعوبة كبيرة جدا. سيم بقى الفوز، يمكن يفتكر المباراه اللي فاز فيها على النادي الاهلي اخر مباراه فاز فيها بهدف ميكيسوني كانت من تصويبه من مهاره فرديه للاعب، ورغم ان النادي الاهلي وقتها كان بيلعب بثلاث ديفندرات، لو نفتكر موسيماني كان في وقت من الاوقات كان بيصر انه يلعب بثلاث ديفندرات تقريبا برضو شبه بعض زي ما بيعمل فيتوريا في وقت من الاوقات، ورغم ذلك النادي الاهلي في المباراه دي لم يتعرض مرماه لخطوره كبيره. انا اعتقد ان مع مارسيل كولر لا هيدرس كويس قوي سيمبا زي ما انت بتقول وزي ما احمد شرح الحالات. لا سيمبا عندهم في الحالات الهجوميه دايما مساحات كبيره جدا، عندهم تمركز خاطئ في الوقف والتحرك مع اللعيبه. لا واضح انه من الحالات اللي جابها مصطفى التنظيم الدفاعي عندهم سيء جدا يعني. في حالات ثانيه مرتبطه بنقاط الضعف يا احمد ولا نروح لنقاط القوه في سيمبا؟ يعني ممكن ندخل على نقاط القوه مفيش مشكله. طب لا لو هنروح نقاط القوه يبقى نروح لفصل سريع ونرجع نكمل الناحيه الهجوميه لسيمبا، مصادر الخطوره اللي يمكن احمد حددها في عناصر معينه تحديدا رباعي الهجوم، لكن في طريقه اللعب تعالوا نشوف ده على ارض الملعب ونشوف وجهه نظر بلال واحمد، لكن بعد الفاصل. من اول ما قفلنا ملف الدوري والكاس وقلت الماتش اللي جاي ماتش سيمبا هيجي بعد راحه سلبيه وهيجي بعد اجنده دوليه، وانا بشوف انه دي اصعب مباراه لغايه دلوقتي. طبعا في ماتشات كتير هتبقى اصعب من كده، لكن انا بشوف دي اصعب مباراه للاهلي من اول ما الموسم بدا، وبالتالي وجايه في ظروف وتوقيت صعب كمان شويه. اتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا نعرف، وعندي ثقه كبيره في مستر كولر وفي سكواد الاهلي السنه دي، لكن اتمنى ان احنا نتفادى المطبات الصعبه. يعني سيناريو الماتش ده ممكن يقول لك انه في مطبات صعبه كتير، وبالتالي ده ممكن يبقى مرتبط كمان بفكره توظيف كولر او استخدام كولر للادوات المناسبه للماتش ده. يعني ممكن الماتشات اللي فاتت كلها يبقى في عناصر كانت مهمه كانت متالقه كانت سبب في تحقيق فوز النادي الاهلي، ممكن جدا ما تبقاش هي الانسب او الاجهز لطبيعه المباراه دي. تتفقوا ولا تختلفوا؟ هبتدي بمصطفى. انا اتفق معاك جدا يا احمد ان شايف المباراه دي ليها حسابات تانية وليها عناصر معينه. يعني انا بالنسبه لي المباراه دي يعني لابد او يعني بنسبه كبيره شايف ان رضا سليم له دور كبير جدا، ان هو يقدر يعمل لك التحولات الهجوميه وعنده السرعات، فانت محتاج لاعب عنده السرعات. كمان انا بشوف ان اخر مباراه لعبناها امام سيمبا التنزاني اللي بلال اتكلم عنها اللي احنا خسرناها في دار السلام، طبعا احنا لعبنا ساعتها كنا بنلعب من نص ملعب، فالمباراه دي مختلفه. كولر بيلعب بطريقه مختلفه، ما بيبداش بيبدا ضاغط، فعشان تطبق اسلوب الضغط العالي متوقع انه الاثنين يبداوا ضاغطين طبعا.
لان النادي الاهلي لو بدا بنفس طريقه اللعب قدام سيمبا في دار السبت في اخر مباراه اللي هو يفضل يستنى من نص الملعب ويسيب لهم الاستحواذ، هم فرقه كوره وفرقه بيقدروا عندهم حلول، فالاستحواذ مع الفرق دي متعب، فانت لازم تضغط عليهم وتحطهم دايما تحت ضغط لان المباراه دي لازم تتقسم. فعشان كده في ظل الضغط انت محتاج فريق بيهاجم بالقوه دي، فالمساحات اللي انا اتكلمت عنها في نقطه الضعف محتاج لاعب عنده سرعات، ورضا سليم اعتقد عملها بنسبه كبيره جدا في مباراه المصري وقدر يعني يقدم مباراه. رضا سليم عنصر شايفه عنصر تفوق للنادي جدا في المباراه طبعا، يعني لو فايق طبعا وفت طبعا يعني. حسين الشحات لعيب كبير وكل قوام الاهلي طبعا لعيبه كبار، لكن زي ما انت قلت المباراه دي بتحتاج ممكن عناصر مختلفه واعتقد كولر بيعمل كده. ماتشات كولر الخارجيه قدم فيها سيناريوهات كتير مختلفة أو مش متشابهة، يعني لما تتكلم على ماتش الوداد فاينل هتلاقيه مختلف تماما عن ماتش الترجي، هتلاقيه مختلف عن ماتش الرجا، هتلاقيه مختلف عن ماتش الهلال. في سيناريوهات كتيرة لعب بيها كولر أو فكر فيها كولر في الماتشات خارج الأرض. أنهي سيناريو أنسب من وجهة نظرك لماتش بكرة؟ أو يعني ماتش بعد بكرة يعني. أنا أعتقد إن مباراة أو بدايات المباراة بين الأهلي وسيمبا هتشابه شوية مباراة الأهلي والمصري السيزون الحالي، يعني بنفس العناصر تقريبا ونفس القوائم. أنا أعتقد ماتش محلي. اخترت ماتش محلي لأن أنا شايف إن تركيبة اللعيبة اللي مع مارسيل كولر الموسم ده تحديدا تساعده أكتر من الموسم الماضي، الحلول كتير جدا. إحنا دلوقتي قاعدين محتارين بين حسين الشحات ورضا سليم، وسط الملعب محتارين بين مروان عطية وأحمد نبيل كوكا، محتارين بين بيرسي وعبد، يعني في حيره كبيره وفي حاله فنيه. بس الحيره دي تحسمها قرايتك للمنافس. تمام. يعني انا ممكن جدا ده احتمالات، يعني بقول احتمالات الورده، ممكن جدا اعتمد على الثلاثي مثلا رضا سليم والشحات، وممكن احط بيرسي توف في القلب لانه الثلاثه عندهم سرعات كبيره جدا. لا انا ما اعتقدش، انا بقول لك ممكن جدا اقول لا كهربا هو اللي يبدا وبيرسي توف يبقى في اليمين والشحات او رضا الاجهز منهم يبدا في ناحيه الشمال، ده سيناريو تاني وارد. فهي فكره انه انت هتقرا المنافس ازاي فتختار العناصر اللي ممكن تفيد التكتيك بتاعك في المباراه ازاي. يعني انا اعتقد مثلا ان مروان عطيه، انا اعتقد من قرايتي الكولر، انا اعتقد ما استبعدش ان كولر بقى يجيب مروان بعد مباراتين كان على دكه البدلاء، خاصه انه كمان ما شاركش كتير مع المنتخب في المباراتين. فانا اعتقد ان كولر يبدا بمروان عطيه في مباراه زي دي. طبعا ديانج واحد من العناصر اللي كولر ما يستغناش عنها في وسط ملعب النادي الاهلي مع عوده امام عاشور، فهيبقى الثلاثي وسط الملعب. وسط ملعب النادي الاهلي هو اللي بيدي قوه سواء في حمايه الرباعي الدفاعي او امداد الثلاثي الهجومي بالكرات وبالتنوع الهجومي الكبير اللي عمله تحديدا امام عاشور زي ما اتكلمنا منذ دخوله على تشكيله النادي الاهلي. امام عاشور بقى بيروح ناحيه الشمال وحسين الشحات بقى بيدخل في العمق بيخدمه في الجبهه الشمال مع وجود علي معلول، فبيخلقه للجبهه اليمين اللي بيستغلها كويس جدا حتى الان منذ بدايه الموسم بيرسي تاو في الدخول للعمق والاستفاده من شغل الجبهه اليسرى بالتسجيل. اكتر لاعب سجل بيرسي تاو حتى الان في منذ بدايه مشوار النادي الاهلي، على الرغم ان اللعب كله مايل الجبهه الثانيه. فانا اعتقد ان زي ما قلت لك يا احمد ان بدايه مباراه سيمبا هتكون شبه مباراه المصري، انه الاثنين يبداوا بالهجوم. لا يعني ثلث ساعه، بص ثلث ساعه النادي الاهلي مش هيستكشف الاول فيها الاوراق، هياخد على طبعا طبيعه الملعب والجمهور يمتص الحماس الجماهيري دون ان يتلقى مرمى هدف. بعد كده هيبدا مارسيل كولر كالعاده انه يفرض سيطرته على اللقاء عن ارض الملعب، وان شاء الله نقدر نسجل قبل نهايه الشوط الاول هدف يريحنا في الشوط الثاني. ده توقعي. الاهم من التسجيل انك تحرم سيمبا من التسجيل، يعني اذا نجح حتى لو قدرت اقول انه الاهلي جه هنا بتعادل سلبي مثلا، اعتقد انه دي تعتبر نتيجه ايجابيه جدا ونقدر نخلص في مباراه الثلاث في القاهره. ف طبيعي جدا نتيجه ده انه الواجبات الدفاعيه اتليست زي ما كان بيتكلم بلال واحمد قبل كده في نقاط ضعف سيمبا، انه التركيز في الواجبات الدفاعيه على الاقل في بدايه المباراه هيبقى اهم واكتر بكتير جدا. بس عشان نعرف طبيعه الواجبات بصرف النظر عن الاسماء او مين هيشارك، عشان نعرف الواجبات دي لازم نفهم مناطق القوة عند سيمبا فين. انت اتكلمت على مصادر الخطورة، تعال نتكلم على طريقة اللعب ونشرح بالحالات ازاي سيمبا فريق خطير، او ازاي سيمبا والتكتيك اللي يعني بيتبعه فريق سيمبا ممكن يمثل خطورة على النادي الاهلي، وبالتالي نشوف ممكن نوقفها ازاي. يلا بينا. ماشي يلا.
هنا سيمبا الاحمر برضو. هنا سيمبا الاحمر بس دي من ضمن الحالات دي من ضمن حالات نقاط الضعف. نقاط الضعف. طب لو لسه معانا حالات ممكن نعدي عليها سريعا جدا يا احمد. ماشي نفس الكلمه برضو. بص ده اللاعب برضو سيمبا هو الملعب بتاعنا هو المساحات. بص هي المساحات النقطه المشتركه في كل الحالات اللي احنا شفناها. ده معلش مع احترام الفريق سيمبا. هل ده فريق يعني المفروض بقوه سيمبا؟ احنا بصوا حضراتكم في الـ في الـ في الكاونتر في العداد بتاع زمن المباراه. اول دقيقه في المباراه. ده في اول دقيقه في المباراه يعني الهجمه دي حصلت في اول دقيقه في المباراه. وهنا يا احمد انا عايز اقول لك حاجه يعني انا يعني براهن على الموضوع ده ان فريق سيمبا التنزاني لو نزل هاجم النادي الاهلي اول ربع ساعه انا بقول لك النادي الاهلي هيحرز فيه هدف. لو نزل هاجم النادي الاهلي يعني لو نادي هاجم النادي الاهلي اول ربع ساعه النادي هيجيب هدف في اول ربع ساعه ان شاء الله باذن الله. يعني دي 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 يعني اللقطات دي او اللقطه دي تحديدا خلتني اقول انه ممكن كولر يقرا جدا طبعًا. انه انا لازم اباغت الفريق ده بهجوم يعني ما ينفعش طبعا تديهم مساحه ان هم يدخلوا في المباراه. ومش عارف هنا هل ممكن انه يعني انا بشوف انه افضل عناصر السرعه في الاهلي الشحات وبيرسي تاور ورضا سليم. الثلاثه دول ممكن يكون ليهم ادوار مع بعض ولا اثنين منهم واحد على الدكه؟ انت ممكن تستهلك في الشوط الاولاني مثلا او لحد الدقيقه 60 زي ما بيعمل كولر وتدفع برضا سليم يبقى نازل بالظبط ينزل يقدر يبقى عنده الاضافه وينشط. طيب. حاله ثانيه دي حاله دفاعيه تبين سوء التمركز وسوء حاله المدافعين. ده طبعا المهاجم بتاع فريق المنافس لفريق سيمبا الاثنين. بص كام لاعب من فريق سيمبا التنزاني اثنين كم الحل بعدها. بص اللي هيحصل يعني المفروض ما يحصلش في فريق مثلا درجه تفوق عددي تتفوق ده هيستلم الكره منهم هم الاثنين وهينزل كام الحل بعدها انفراد هو والجول شوط الكره جول. يعني ده يبين ان فريق سيمبا عنده شايف انه اضعف خطوطه هو خط الدفاع. خط الدفاع يعني حارس مرمى ايه يا احمد؟ حارس مرمى كويس بس متهور. هو الاساسي بقى لاكرد اللي هو المغربي ولا الاساسي هو بقى لاكرد؟ فده طبعا مكسوني ده كنا اتكلمنا ان مكسوني بقى بديل يعني مكسوني مش في التشكيل الاساسي. ايوه هينزل والغريب ان هو اول ما هينزل هيعمل ضربه جزاء في المباراه ديت كانت 2-1 هنكمل حل بعدها. ده مكسوني طبعا عنده خبرات وعنده ذكاء هياخد اللاعب في ظهره وهيرقص الحارس الحاله اللي بعدها وياخد ضربه جزاء طبعا هنا ويحرزوا الهدف الثالث. المباراه انتهت 3-1 لسيمبا التنزاني. والغريب ان كل مباراه سيمبا واخر مباراتين ليهم سيمبا كان خسران في بدايه المباراه وقدر يعمل ريمونتادا. ضغط الجماهير ودايما حماس الجماهير كبير جدا. ولو بصينا بص على الاجواء في الصور اللي انا الحاجات اللي احنا بنجيبها بص الجماهير في الملعب عامله ازاي. عشان كده بقول لك اغلب مبارياتهم بس السيناريو ده مش هيبقى في ملعبنا. لا طبعا الاوبشن ده مش في ملعبنا خالص. مش ملعبنا. ده طبعا يعني انا هنا ده فريق سيمبا ده هنا الناحيه الهجوميه في حلقه قبلها يعني ممكن بس حلقه قبلها انا عايز ممكن لو ممكن نرجع الحلقه اللي قبلها دي دي ده اللي بقول لك عليه كيبو اللاعب الجناح جناح سيمبا التنزاني ده جناح مهاري جدا. كيبو هياخد الكره من الجناح بص من الحته دي هيرقص يعني هيرقص ثلاث لعيبه وهيدخل لقلب الملعب هيبصيها لسعيد. الحاله اللي بعدها بقى اللي هي اللي فاتت دي هنا دي بالظبط كده ده سعيد هيستلم الكره وهيصوب من هنا. دي مش كره ثابته؟ لا دي مش كره ثابته دي باصت هو كيبو عدى من ثلاث لعيبه وراح مباصيها لسعيد. هنا لا مركزيه احنا ما فيش حد ضغط ده اقرب لعيب لي قدامه يعني 7 8 10 ياردة تقريبا يعني قوه سيمبا هنا في حاجه. احنا لو جبنا التشكيل لما جبنا طريقه اللعب كيبو كان بيلعب شمال. ايوه كيبو هنا كيبو هنا يمين. ايوه وسعيد كان المفروض هو الناحيه الثانيه. بص كيبو دخل قلب الملعب اتحول لراعي رقم 10 هنا وبقى اثنين مهاجمين. الطريقه اتحولت فهنا بقول لك اللامركزيه دي قوتهم فهم ما فيش تقايد بالمراكز طب خالص ودي كان برضه نفس يعني ميزه سان داونز فهم دايما بيعتمدوا على فكره اللامركزيه. أيوة. دي طبعا هتدخل هدف كم الحاله بعدها عشان اللقطه دي مهمه جدا. هنا يعني في حاله بعد دي يعني في حاله بعد دي او قبلها عشان اجيب الكره من الاول. لا لا دي خلاص احنا نعديها دي كيبو لما كان في ناحيه اليمين. لا في لقطه بعد دي باص من بدايه الباص من اوله اللقطه اللي بعد دي بعد دي في باص هيتعمل 1 3 ايوه هنا بص الكره مع اللاعب هنا لاعب سيمبا التنزاني. بص اللاعب اللي انا اللي في النص اللي هناك ده اللاعب اللي قريب من منطقه الجزاء اللي عليه دايره في نص في النص هناك. اللاعب ده هيتعمل له الباص هيتعمل هنا 1 3 الكره دي هتدخل جون. يعني تبين قد ايه ان في تجانس كبير جدا في الخط الامامي لفريق سيمبا. هتعمل الباص هنا ده من وجهه نظرك هو اقوى خطوط سيمبا. اقوى خطوط سيمبا طبعا ولعيبه عندها حلول ولعيبه عندها شخصيه. هتعمل كام الحل بعدها او الحل انت كنت جايبها بقى قبلها بالظبط كده ده ال 1 3 يعني ده ال 1 3 اللي اتعمل باص واللاعب المهاجم لف هياخد الكره من الناحيه الثانيه ويحط الكره ببطن رجله في الجول. طيب لو قريت لو قسمت الماتش معاكم ست اجزاء ربع في ربع في ربع شوط اول وربع في ربع في ربع شوط ثاني
وطبعا طبعا على حسب سير الاحداث والنتيجه ده اللي هيحدد رايه مستر كولر. بس تعالوا نقرا مع بعض كده ربع ساعه الاولى ودي المهمه بالنسبه لي والاصعب في المباراه. كولر اعتمد بشكل كبير جدا على تطوير المهام الهجوميه للاعيبه خط نص النادي الاهلي. يعني بنشوف حتى بعد رحيل حمدي ديانج مثلا بيزيد بشكل كبير. إمام ليه دور مهم جدا وبصمه مهمه، اذا كان بيسجل اذا كان بيصنع، لكن دايما موجود في مناطق الخطوره. حتى كوكا هل بتشوف ان ممكن بكره كولر يستغنى عن التوظيف ده على الاقل في ربع ساعه، ولا عليه انه يستغل الحته دي؟ يعني انا دلوقتي قدام سيناريوهين، عندي مساحات وهي مغريه جدا جدا للقادمون من الخلف، خصوصا لو انا عندي الاطراف او المهاجمين عندهم عنصر السرعه، وفي نفس الوقت عندي خطوره هجوميه من خط سيمبا اللي احمد وصفه ان هو اقوى خطوط الفريق ومصادر، وكل اربع لعيبه اللي موجودين فيه مصادر خطوره، فبالتالي استغنى عن الميزه دي والزمهم بالواجبات الدفاعيه، سواء بقى اعتمدت على كوكا وديانج او على ديانج ومروان عطيه، يعني ايا كان الاسماء. يعني يمكن قبل بس ما نتخطى نقطه سيمبا، انا عايز اقول ان وسط ملعب سيمبا التنزاني فيه اثنين مميزين جدا. اذا كان النادي الاهلي بيمتلك في وسط ملعبه امام عاشور واليو ديانج وكوكا ومروان، فسيمبا التنزاني بيمتلك اثنين من افضل لاعبي خط الوسط اللي موجودين في فرق داخل قاره افريقيا، وهو تشانا رقم 17، لاعب مميز جدا جدا جدا، مميز في التصويب، مميز في التمريرات القطريه، بيعمل التكمله وكورته كويسه جدا وبيقطع مساحات كويسه بالكوره. بيلعب جنبه طبعا لاعب عنده خبرات كبيره، هو فابريس انجوما، احنا كلنا يمكن عارفينه. لاعب عنده خبرات ولاعب بيلعب رقم 6، بيقدر يلعب دور بيأدي ادوار اللاعب رقم 6 ورقم 8. فوسط ملعب سيمبا التنزاني مش هيبقى بالسهوله اللي احنا ممكن نواجه بيها وسط ملعب تاني. لعيب زي شان اللي احنا اتكلمنا عنه، عنده الاندفاع والقوه البدنيه زي اليو ديانج، ويحب الانطلاقات وكورته كويسه قوي، ولاعب عنده الخبرات اللي ممكن يستثمرها كويس في التمركز والوقوف وقفل او غلق زوايا التمرير على لاعبي النادي الاهلي، ودي بتحتاج للاعب وقت من الاوقات كنا بنحتاج للاعب عنده خبرات في المنطقه دي، بحيث ان هو بيوفر على زمايله بنقطه واحده فقط وهي غلق زوايا التمرير. انت لو قفلت زوايا التمرير بتجبر المنافس على الميس باص تحت ضغط على طول، فده بيعملها كويس قوي فابريس انجوما، بالاضافه الى بوكو اللاعب راس الحربه ده مميز جدا. بوكو راس الحربه رقم 9 عندهم مميز جدا، بيقطع قبل المدافعين وبيلعب بدماغه، بياخد الكره من فيرست تاتش على طول داخل منطقه الجزاء. دول الثلاثي الاميز او الرباع الاميز في تشكيله سيمبا التنزاني. ربع ساعه الاولانيه انا اتكلمنا عنها في السؤال اللي قبل دوت، وقلت لك ان انا بشوف ان هي هتشبه كثيرا دفاعيا في النادي الاهلي، او تكليفات خط النص تحديدا هتبقى زي مباراه المصري. احنا شفنا مباراه، احنا خلي بالك احنا في مباراه المصري ما بدأناش نلعب تقريبا غير في الدقيقه 18 19 امام عاشور بدا يظهر، اليو ديانج بدا يظهر في المباراه دي، احمد حسن، احمد نبيل، كوكا، اللعيبه دي كلها بدات تظهر. ولكن في اول ربع ساعه على الملعب ده لا، انا اعتقد ان كولر هتبقى التعليمات في حاله توازن، ان انت لان كولر بيقسم احمد الموضوع لشقين، شق ان انت تسترجع الكوره، وشق ان انت تشتغل بقى بعد ما تسترجع الكوره هتعمل ايه. فهتعمل ايه دي، لا كولر عنده كذا حاجه، يا اما يخترق من ناحيه جبهه هاني ويعمل زي ما بنشوف هاني وادواره الجديده انه بيدخل لوسط الملعب ومعدول بيدخل ثالث جنب منعم وياسر، او ان انت بتعتمد على امام عاشور وحسين الشحات في الجبهه اليسرى مع تمركز او التمركز الدفاعي لعلي معلول. فانا اعتقد ان هي هتبقى محسومه بين كده وكده، ان انت ازاي في الاول تسترجع الكوره، وازاي بعد ما تسترجع الكره تبدا الشغل الهجومي. فلو في الدقيقه واحد وعندك فرصه زي ما احنا استعرضنا، لو الدقيقه واحد وعندك فرصه انك تجيب جول اكيد هتسجل، ولكن ده يعتمد على حاله سيمبا. هل سيمبا هيدخل اللقاء مندفع هجوميا وعايز يسجل مبكرا ويستفيد من حاله الضغط الجماهيري، ولا سيمبا هيدخل كمان متوازن هيعمل احترام لقيمه واسم النادي الاهلي؟ وانا اعتقد ان ده السيناريو الاقرب. انا في ظني ان هو هيدخل مهاجم، يعني هيبقى عايز يستغل حمى البدايات حاله الهاج الجماهيري، ولما رغبه في يدخل فيها احراز هدف مبكر، ده السيناريو بالنسبه لي الافضل كمان. يعني فكره انه يندفع هجوميا ده انا بالنسبه لي يبقى اقدم لكولر. هو لو درس الاهلي جيدا، عارف ان كولر مدرب خبيث، يعني مدرب عند خبز كروي، يعني هيعرف يقرا ويستخدم ده ممكن بشكل كويس. انا علشان كده بقول لك هو لو درس الاهلي كويس مش هيعمل كده. طيب في مراكز فيها حيره بالنسبه لكولر، يعني هل ممكن نقول مثلا بكره البدايه كريم الدبيس ولا علي معلول؟ هل ده سيناريو وارد ولا وهل في مراكز ثانيه ممكن يكون فيها في قلب الملعب مثلا كوكا يبدا ولا مروان عطيه؟ يعني
اسمع مصطفى. في مراكز طبعا فيها حيره زي نبيل احمد نبيل كوكا ومروان عطيه، لكن الارجح يعني من وجهه نظري وممكن المباراه تتطلب مروان عطيه. مروان عطيه المباراه اعتقد المجهود، وبلال برضو قال كده على فكره، قال ان مروان عطيه المباراه محتاجه مروان عطيه لان محتاجه مجهود بدني كبير جدا، خاصه ان قوتهم في من بعد. انت محتاج البدني بكره مهم جدا لانه كمان تنزانيا اجواءها غير بالظبط، واللعيبه ما خدتش وقت يحصل شويه تكيف على الاجواء في تنزانيا، فبالتالي حته المجهود. انا فاكر قوي الماتش اللي لعبناه هناك، كنت حاسس انه اللعيبه مش كفير. يعني مش في يعني حمدي اللي بيجري الملعب اكتر لعيب بيجري في الملعب، احنا كنا بنلعب واخده كنت حاسس انه اللعيبه دايخه في الملعب، او يعني مش في حالتها بشكل 100% مظبوط يعني. احمد طبعا فالحيره ديت هي حيره حلوه يعني، انت سواء نبيل كوكا او حتى مروان عطيه، لكن الارجح بالنسبه لي هو مروان عطيه. طبعا في حيره طبعا هتبقى في الخط الهجومي، ودي حيره يعني برضو جميله، لكن على حسب زي ما انت قلت ان فكره بناء عن 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 ضعف او نقط ضعف في فريق سيمبا انت هتختار مين. لكن سواء لعب رضا سليم او حسين الشحات الموضوع بالنسبه لنا يبقى واحد، لكن انا قلت لك ان الارجح رضا سليم، ولان السرعات والمساحات الكبيره دي محتاج واحد يقدر ينقلك من في حاله الهجوم الكبير من فريق سيمبا اللي هينزل ضاغط من بدايه المباراه ويستغل طبعا الكثافه الجماهير واللي بيلعب على ملعبه، فانت محتاج اللاعب اللي يقدر ينقلك. وحتى بلال قال ان هو شبه مباراه المصري، مباراه المصري فعلا احنا عملنا كده، كان رضا سليم بينقلنا من بعد نص الملعب للهجوم. والحيره الاكبر بالنسبه له هيبقى في المهاجم سواء كهربا ولا صلاح محسن. دي حيره برضو يعني بالنسبه له مين فيهم، يعني هو طبعا صلاح محسن لسه عاد من الاصابه، هل هو لو نفس فكره امام عاشور لو هو سليم 100%؟ انا بالنسبه لي هو مش بس فكره انه سليم، فكره انه كمان فورمه بالظبط، يعني ممكن يبقى سليم ما عندوش الحمد لله يعني ما فيش اصابه والبرنامج التاهيلي اكتمل وكل حاجه، لكن هل فورمته وحسيت المباراه في حسيت الماتشات في التمرينه تخليه ياخد ماتش صعب زي ده ولا لا؟ دي نقطه مهمه جدا، دي نقطه مهمه، فعشان كده برجح يبقى كهربا هو اللي هيبدا المباراه، وده اللي ممكن يميل لمستر كولر. طيب. نفس الكلام لامام عاشور يعني. طيب عايز اقف معاكم شويه لعناصر السرعه والمهاره والقوه، يعني لو قلت مثلا انتوا يمكن كنتوا بتتكلموا حسيت من كلامكم انكم شايفين انه كل خطوره، طبعا بلال قال خط نص طبعا مهم جدا وعندهم امكانيه الزياده الهجوميه وعندهم قوه ومهاره، لكن لو كلمت اجمالا على مصادر الخطوره في اي خط، يعني ممكن احنا عندنا مثلا تقدر تعتمد على عبد المنعم في الكرات الثابته انه يكون مهاجم رابع مع المهاجمين بتوع نادي الاهلي، فلو كلمت عن مصادر الخطوره في سيمبا على مستوى الاسماء، مين مهاري، مين عنده السرعه يقدر يخدم فرقته في التحولات فازاي نعرف نشتغل عليه، ومين عنده عنصر القوة فبرضه نتعامل معاه او نحط عليه حد مثلا زي ياسر او زي ديانج يقدر يوقف او يتعامل مع القوة. يعني يمكن يا احمد وسط ملعب سيمبا فيه اثنين لاعبين مميزين جدا، احنا اتكلمنا عن شانا رقم 17 لاعب مميز جدا وموهوب لا احنا بنتكلم بقى اللي يخدم التحولات الهجوميه سعيدي رقم 10 لاعب مميز جدا جدا كورته حلوه، وطبعا اللاعب الثالث لويس ميكيسوني، يعني ميكيسوني بالمناسبه ميكيسوني ما بيلعبش معاهم انا اقصد لا ده. اللي يدخل لما يدخل زي ما احنا بنتكلم عن فكره ان انت تقدر في الشوط الثاني تدفع برضا سليم يعمل لك يصنع لك الفارق يستغل بقى حاله الاجهاد اللي هتصيب اللاعبين في من بدايه من الدقيقه 60 65 اللعيبه بتبدا ان هي ما بتبقاش 100%، فيقدر كل مدير فني اقصد ان هنا وهنا كل مدير فني زي ما انت عندك الاوراق اللي تقدر تنشط بيها هو كمان عنده الاوراق اللي تنشط بيها، وارد تلاقي ميكيسوني بحكم لو المدير الفني فكر ان ده لا كان لاعب سابق زي ما بيكون تفكير معظم المديرين الفنيين لما بيتواجه مع فريق كان عنده لاعب سابق فيه بيدفع بيفضل ان هو يدفع بيه من بدايه اللقاء مستغلا معرفته باللاعبين بطرق اللعب بالنادي طبعا. بالكلام ده كله فوارد يفاجئنا ده هيدي طبعا يعني تقرير مفصل عن بالمناسبه انا تابعت تصريحات لنائب رئيس سيمبا التنزاني قال فيها كلام فاجئنا انا شخصيا قال ان احنا خدنا وقت كبير جدا ان احنا نقنع ميكيسوني ان هو يعود مره اخرى لتنزانيا، هو ما كانش مرحب بفكره العوده، هو شايف ان هو بعد ما خد خطوه كبيره بالانتقال للنادي الاهلي وبعدها كمان راح الدوري السعودي، فدي خطوات كبيره في مسيرته، فهو ان هو يرجع مره ثانيه لتنزانيا، ولكن انا اعتقد ان هو رجع علشان يبدا من الاول وجديد يقدر ياخد الثقه ويسترجع. هو لعيب كويس على فكره، لعيب كويس جدا مع سعيدي ومع بكام جد لا لعيب كويس جدا، انا يعني كل الناس انا فاكر له مباراه المقصه جاب هدفين، لا المباراه اللي احنا كسبناها 4 جاب هدفين عالميين، وكل بص انا في ناس يعني بثق في رؤيتها وتحليلها، ميكسوري ما كانش بيلعب كتير مع الاهلي، فصعب انك انت تكون راي كامل عن لعيب من عدد ماتشات او عدد دقائق لعب قليله، لكن هو طبعا
في الدقائق دي ظهر انه عنده كوره كويسه جدا وعمل حاله قبل ما يجي الاهلي كمان يعني وعمل حاله قبل ما يجي. لكن انا بكلمك عن الناس اللي كانت بتتابعه على طول او اللي بتشوفه حتى في التدريبات بتاعه الاهلي الكل جدا كان بيشيد بخدمات ميكيسوني. لكن يعني زي ما احنا عارفين وزي ما بنقول في لعيبه بتبقى كويسه جدا بس مع الضغط بتاع التيشيرت بتاع الاهلي ما التجربه ما بتنجحش يعني طبعا أكيد. الموضوع بيبقى صعب طبعا ان انت ميكسوني من اللعيبه اللي لفت الانتباه طبعا وخلى الاهلي يتعاقب معاه. ولكن هي الفكره ان انت في لعيب ما بيستحملش ضغط الجماهير وما بيستحملش الاجواء في داخل النادي الاهلي. وكمان انت برضه يعني احيانا بقول ان ممكن يبقى لعيب كويس لكن في اللي افضل منه. ايوه. فده جزء مهم جدا. انت ممكن تبقى عندك لاعب كويس ويجي المرحله اللي بعدها او المرحله اللي موجوده حاليا حتى لما ميكسوني العاره بتاعته خلصت في الافضل منه. يعني احنا عندنا في الخط الهجومي او من يعني اعتقد لعيبه متنوعه وعندها حلول وامكانيات كبيره جدا. فميكسوني كان هيبقى لا صعب. انت مع كامل الاحترام برضو هي فكره انك لما تجيب لعيب محترف من بره انت محتاج كواليتي مش موجوده مش في السكواد بتاعك مش موجوده في الدوري كله او مش موجوده في البطوله المحليه او البطولات المحليه كلها. فبالتالي انت عايز تطلع بليفل انت بتدور على حاجه مش موجوده نوعية في نوعيه رضا سليم بالظبط يعني اللعيب اللي هو يعمل معاك الفارق وتحس ان هو عنده شخصيه من اول مباراه. احنا كلنا اتفرجنا على رضا سليم من اول مباراه شفنا لاعب كبير لاعب كبير ولاعب قدم مباراه كبيره جدا. وهنا شخصيه اللاعب بتظهر وتظهر ان هو من اول مباراه بيقدر يفرض نفسه وبيقول لك انا موجود وانا استحق اكون موجود في النادي الاهلي ونادي بحجم النادي الاهلي طبعا. فدي بتفرق من لاعب للاعب. لكن ميكسوني في المجمل لعيب مهم طبعا. وهو بقى بديل لان انا بشوف ان سعيدي افضل منه ورقه رابحه على البنش طبعا يعني. وده حصل هو نزل في مباراه قلت لك اللقطه اللي جابها نزل جاب لهم ضربه جزاء ويعني حل موجود معاهم يعني. لكن يعني متفقين وسعيدي ده هو الاكثر خطوره. انا اكتر لعيب بقلق منه في سيمبا عامه شانا اللي في وسط الملعب رقم 17 لعيب مهم جدا جدا ولعيب مميز جدا في تشكيله سيمبا مع بوكو راس الحربه اللي يعني عارف في دايما فرق افريقيا كده بتلاقي معاهم راس حربه ما عندوش اسم كبير ولكن في تلاقيه طلع لك من تحت الارض بقطع على القريبه خطف واحده في الزحمه كده. هو بوكو ده من نوعيه اللعيبه اللي بتعرف تعمل ده كويس. وزائد احنا اتكلمنا عن سعيدي وتشانا في وسط الملعب وميكيسوني وكيتوس اللي احمد اتكلم عنه كيبو اللي هو رقم 38 برضه كورته كويسه. وبس انا اعتقد ان دول اميز عناصر طيب. مع متفقين يا احمد انه فريق بيلعب كره على الارض فريق عنده شخصيه فريق بيلعب او بيميل للكره الهجوميه. انا شفت بعض شفت الهايلايتس ما شفتش الماتشات كلها بصراحه بس شفت الهايلايتس بتاعت السيزون ده لسيمبا وشفت واحد انه في ماتشات كتير بيتاخروا بس عندهم القدره ان هم يعوضوا ويرجعوا. عايز اعرف منك طريقه اللعب طبعا كره على الارض ومنظمه وتمام مفيش لكن مصادر الخطوره عندهم لما بتكلم في كرات ثابته بتكلم في تحولات سريعه هجمات مرتده بتكلم في اختراق من الاجناب بتكلم في اختراق من العمق. ايه هي اكتر الوسائل اللي بيلجأوا ليها لتشكيل خطوره على مرمى المنافس؟ اكتر حاجه بيلجأوا لها هي الاختراق من العمق. هم يعني ما بيعتمدوش على الكرات الطويله العرضية. خالص ولا الكرات العرضيه. اطوال عندهم ايه؟ اطوال عندهم مش كبيره قوي يعني ممكن الحربة بس هو اللي راس الحربه اللي هو بوكو بس هو اللي عنده اطوال كويسه. فابريس نجوما كمان بيكون بالظبط. لكن هم ما بيعتمدوش حتى اهداف حتى اللي احنا اللي جبتها الاهداف في اخر مباراتين واغلب هايلايتس ليهم ما فيش اهداف كلها كوره. اللعب اللي هو اختراق من العمق اللي هو ال 1 2 1 3. معلش احنا بص احنا الصوره اللي فاتت خدت بالك من حاجه المحلات مسميين الصوره اللي لا ممكن نرجع للصوره اللي قبل دي يعني اثنين سلايدز لفت نظري ان يعني في محل من المحلات مسمي المحل انتخابات مش مباراه. اهي بص يا احمد أو غالبا ده ولا ده بتاعهم. ولا ده الستور بتاعهم ده الستور بتاعهم واضح ان هم ليهم شعبيه. سيمبا ستور هو ستور للنادي هو سيمبا ستور كلاب فكويس يعني. بص نادي في افريقيا وعامل ستور قادر على فكره دي بالمناسبه يوريك كمان التطور اللي بقت فيه الانديه الافريقيه انه يقدر يضيف لنفسه مدخلات عن طريق الستور. وغالبا ده النادي نفسه على فكره يعني ده جوه النادي ده غالبا سور النادي نفسه. ده سور النادي جوه عماره. بص المبنى الابيض اللي فيه احمر من فوق مكتوب عليه سيمبا سبورتس سيمبا كلاب. يبقى هو ده النادي وعامل السور في 36 لو انت جايبه 30 دي انا مش جايبه 30 انا جايب 1900 جايبه 30 انت يمكن لا عندك 36 فعلا برضه نادي قديم مش مش واحنا مواجهتنا اعتقد كان في مواجهه معاهم من كان 85 في كاس الكوبس
لا هي مواجهات اجي تاني. انت شايف انه اكتر لاعبهم اختراقات من العمق، اختراقات من العمق يعني والحلول. هم بيعتمدوا بقى على الحلول الفرديه اللي ممكن لاعب منهم يقدر يخلص كره بمهاره، لكن حتى الكرات الثابته هم مش متميزين بيها، حتى الحاجات اللي هي بتبقى قريبه من 18 برده مش متميزين بيها خالص، لكن عندهم لعيبه بتقدر تلعب كوره، وعندهم ميزه مهمه جدا التجانس، وده مهم في كره القدم حتى مع وجود 13 صفقه جديده. التجانس باين جدا، وانا جبت لقطتين يبين ان التجانس كبير جدا. الباص ده ما بيتعملش ما عدا خط الدفاع، ما عدا خط الدفاع طبعا ما فيش تجانس وما فيش تمركز فيه خالص. لكن مع الناحيه الهجوميه في تفاهم كبير جدا، في تفاهم كبير جدا. ولقطتين بينت ان ال 1 3 ما بتعملش غير يعني كان بيعملوا عماد متعب وفلافيو، فكان دايما بيتعمل وهم يعني مش من غير يعني بص بالنظرات يعني. فهو نفس الكلام مع سيمبا التنزاني، بيعملوا نفس طريقه اللعب ونفس الباص اللي على الارض اللي هو بيضرب فيه الخصم. فانا بشوف ان سيمبا التنزاني لازم تضايق المساحات، لو انت عايز تقفل عليهم كل مناطق الخطوره اللعب يبقى ضغط مهم جدا من الضغط عالي، وكمان تضايق المساحات عليهم، لان انت لو اديتهم الاستحواذ هيشكلوا خطوره عليك جدا جدا جدا. مفاتيح الفوز عند الاهلي بكره ايه يا بلال؟ سريعا جدا، واهم التغييرات اللي ممكن يلجا ليها مستر كولر لتغيير سيناريو المباراه، او محاوله العوده في النتيجه لو تاخرنا، او محاوله تحقيق الفوز لو كان حاله سيمبا تسمح بده. يعني يمكن مفاتيح الفوز عند النادي الاهلي انا اعتقد ان ابرزها هو امام عاشور. وجود امام عاشور في تشكيله النادي الاهلي بتديك اكتر من حل، ما بتبقاش قادر تحدد خطوره امام، هل امام هيكمل من العمق ويصوب او يعمل التمريرات زي ما شفنا المباراه الاخيره في مباراه الاسماعيلي قبل ما يصابه، عمل الكعب سهل الهجمه. حسين الشحات دول امام عاشور، حسين الشحات كهربا، الرباعي الامامي بيرسيتاو، الرباعي ده هو مفتاح فوز النادي الاهلي ان شاء الله. كل التوفيق للاهلي ان شاء الله في الجوله الاولى اللي هتتلعب في تنزانيا يوم الجمعه الساعه 6 هنا بتوقيتنا، ومباراه العوده ان شاء الله احنا امام كل السيناريوهات مفتوحه، ونقدر ان شاء الله باذن الله حتى لو اتاخرنا لا قدر الله في النتيجه هناك نقدر نعوض بكل اريحيه في القاهره. كل التوفيق للاهلي، يتمنى عرض قوي يأكد على حفاظ الأهلي على المستوى اللي قدمه من بداية الموسم لغاية التوقف. كل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله. نستقبلكم بقى في حلقة جديدة مع بداية أسبوع جديد يوم السبت، وإحنا بنحتفل بأول فوز يحققه الأهلي خارج الأرض الموسم الحالي. بشكر بلال محسن، بشكر أحمد مصطفى، شرفتونا. في النهاية بس معلش لقاء نوجه كلمة لأشقائنا في غزة سريعا جدا. يعني إحنا بنقول لهم إحنا بقلوبنا ودعائنا معاكم، مش هنقول لكم أكتر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أواكم الله، ثبتكم الله، أيدكم الله، نصركم الله. انتم بس ما قدمتوش بس شهداء، لا انتم قدمتوا نموذج للعزه وللكرامه وللمواجهه، ما خفتوش، عمركم ما كنتوا جبنة، عمركم ما خفتوا، واجهتوا بشرف ودافعتوا عن ارضكم ووطنكم، وان شاء الله باذن الله الكيان الصهيوني الى زوال ان شاء الله باذن الله. بشكركم شكرا جزيلا، بشكركم على المتابعه، تحياتي ليكم. حلقه جديده ان شاء الله السبت اللي جاي من السادسه، كل التحيه.